كيف كنا طرحنا البارح وقلنا المرأة المغربية والتلفازة في رمضان، كي كنديروا دائما مقارنة شوية بين داكشي اللي فات وهادشي اللي حنا كنعيشوا الآن. زمان كانت ساعات البث قليلة كيف قلتي قبيلة، ماش التلفازة كانت كتشعل عندكم؟ مع 6:30 ولا 11 دوزنا كامل غني شي يا صحاب على 4 ولكن بلا ما نقول هذيك 4 4 مادة مجال كانت ساعات البث قليله، وكانت حتى الفرجه كانت مشتركه، كان اللي كنجلسوا نتفرجوا كنجلسوا نتفرجوا كاملين، الاسره كامله كتفرج، العائله كلها كتفرج، وكاع الجيران الا ما عندهمش التلفازه تاع الجيران اللي ما عندهمش التلفازه حنا كنا كنتفرقوا على الاقسام، في الفوليوم راه كتفرج بروغرام واحد، حنا كنا كنتفرقوا على الاقسام، اللي عنده التلفازه كنتفرقوا عنده كاملين، كتفرجوا عندهم كاملين فرازه كاينه فرازه في التلفازه، وكانت عندنا التلفازه بلوي نوار وكنا كنديروا لها واحد بلاستيكا ديال باش تبان كولور، باش تبان كولور باش تبان طروادي عندنا عدي بلا طروق كملي اختي هنا. الان ولات القنوات طبعا متعدده، الخيارات ولات اكثر تعددا، لذلك ولات المشاهده او المتابعه صعيبه جدا، الانسان ما كيعرفش شنو كيتبع، واش هذا العمل ولا هذا المسلسل ولا هذا البرنامج ولا هادي ولا كذا ولا هذه القناه ولا هذه القناه. غير هو اللي بغيت نقول لكم بان بالاجماع خلال رمضان المواطنين المغاربه كلهم بغض النظر سواء عيالات ولا رجاله كلهم كيتابعوا المنتوج المغربي وكيتبعوا القنوات المغربيه لانهم كيبغوا يشوفوا نفسهم وكيبغوا يشوفوا انتاجاتنا المحليه في رمضان، لاننا طبعا المعروف بان الانتاجات كتكثر فقط في رمضان. غير هي المراه المغربيه تتبع نوعا ما وان كان ما عندهاش الوقت، وهذا هو اللي لقينا حتى من خلال مشاركتكم معنا على صفحات الفيسبوك، كان بالاجماع بان النساء ما عندهمش وقت باش يتبعوا التلفازه في رمضان، كلهم قابلين الكوزينه. كاينين بعض العيالات اللي كيتبعوا بالسمع، تخدم التلفازه وكل مسلسل خدام وهي متبعه، كتجي كتبغي تبدل القناه تقول بلاتي خلي لي هذيك القناه رانا كنشوف رانا متبعه المسلسل. بحال الفيلم اللي كانوا تيداروا في الراديو شحال هذيك كي دوزو تيتيلي ياسر تنقل على الافلام سيف ديلي يزن سيف ديلي يزن. اللي جديد في هذا رمضان هذا هو المونديال اللي جا في رمضان، فولا كياخذ الرجال ولاو كياخذوا التلفزيونات من العيالات ومابقاوش يخلوهم يديروا داك الشيء اللي بغاو، يعني حتى داك الجزء ديال الوقت اللي كيكون عند المراه باش تجلس تتفرج كيجي هو كيدير لها الماتش. ولا كيف قالت لنا فاطمه الزهراء في فيسبوك، قالت لك العيالات كيتفرجوا في الدار والرجاله كيخرجوا للقهوه، هي اللي وليت تندير انا ولو رجال دابا تيخرجوا هي المدام هي اللي شاده الحكام. لا لا حسن 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 تعطى الحكام ياك صافي واش تاخذ باش ما يكونش مع تعطى الحكام والتيليكوموند تاعي. لا الحكام ديال التيليكوموند صافي ماشي شي حاجه اخرى. واش بغيتي الله يجعل البركه، راهي حاكمه في دارها، حاكمه في التلفازه، حاكمه في وليداتها، كتقاد دواس هذا قاد قاد رجعوا عند الهام. عموما كيبقى التلفزيون طبعا مصدر معرفه كيعاون المراه باش تربي ولادها باش تطور ذاتها وتنميها، وفي نفس الوقت صديق وان كان كينافسها في الرجل بعد مرات ياخذوا منها. غير هو اللي بغيت نعرف انا الان واش ضروري، السؤال اللي بغيت نطرح لكم كاملين، واش ضروري ثلاثه جوج تلفازات في الدار؟ لا ولا ضروري؟ لا انا ما عنديش هاد ما عندكش تلفازه ثانيه؟ عندي تلفازه واحده. وكتفرج تلفازه في التليفون ولا في بورتابل؟ لا كاينين كاع داك الشيء، كاين اورديناتور، كاين كل شيء، التليفونات سمارت فون ولي زورديناتور مزيانين، وتلفازه واحده الله يجعل البركه، حيت ماشي التلفازه هي باش نعيشوها، التلفازه هي كما انا شاده بداك ليسبري القديم، كيف تنجمعوا تنبغوا ناكلوا واحد نفطروا ولا ناكلوا نتغداو ولا نتعشاو تنشوفوا واحد الحاجه ايميسيون ولا و نمشي للبيت نلقى تلفازة، نخرج نلقى تلفازة، نلقى إيكرو، راه وليت ساكن عند فاغور أنا ما بقيتش في الدار، فري ما خدامش القضية. بدون ذكر الأسماء التجارية. كاينين واحد الوقيتة تبغي تدخل لاشومبر ديالك تقرا كتاب سميتو، ما تبغيش كاع تشوف هذيك التلفازة كي دايرة ولا هذا. مي أنا سوي كونتر. لا مزيانة مزيانة، مزيانة باش كل واحد يتفرج في اللي بغى. الوقت كيدركنا السؤال ديال غدا ان شاء الله ولا الموضوع ديال غدا. الموضوع ديال غدا هو تابعونا طبعا عبر الفيسبوك، غدا عندنا جديد، غادي بدل ما نبقاو ناخذوا ارائكم فقط على الفيسبوك غادي نخرجوا للشارع المغربي وغناخذوا الاراء منه. الموضوع ديال غدا هو النعاس في رمضان، العيالات اغلبيه ما كيتشكاو ما كنعسوا لا بالليل لا بالنهار مع قوه الشقه والمسؤوليات. تابعونا غدا ان شاء الله.